بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. مرحبا بكم في ليبيسود 8 واللي غادي نناقشوا فيها يعني التتمة ديال الدروس اولا ديال الشابتر 2 لي فاكتور اضافي كي لي غولاسيون افيك لا ريبارتيسيون دي زيتر فيفون، يعني العوامل التربوية وعلاقتها بتوزيع الكائنات الحية. في هذا لو شابتر او بيان في هذا لو شابتر 2 دونك وصلنا ليبيسود 8 الحلقة 8. دونك اللي ما شافش الحلقات السابقة يمشي يشوفهم. هضرنا على لي بروبريتي، هضرنا على لا كونستيتيون ديال لي كونستيتيون دو سول، المكونات ديال التربه، هضرنا على لي بروبريتي فيزيك لي بروبريتي كيميك، وهضرنا على لانفلونس بيان هضرنا على لانفلونس لا كاباسيتي دو روتونسيون دو سول سير لا ريبارتيسيون دو شين ليش، دونك التوزيع او التاثير ديال قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء على التوزيع ديال الشمياش، دونك التأثير ديال قدرة التربة. هضرنا كذلك على التأثير ديال البي اش على النمو ديال النباتات، وهضرنا كذلك على لانفلونس ديال لا كومبوزيسيون شيميك دو سول سيغ لا ريبارتيسيون دو شمياش. دونك في هذه الحلقة هذه اللي هي الحلقة 8 غادي نهضروا على لو رول دي زيتر فيفون. دونك سبق وهضرنا في الحلقات السابقة على لو رول ديال لو سول، التأثير ديال التربة على توزيع الكائنات الحية. دابا غادي نهضروا على الدور ديال الكائنات الحية في تطور التربة، دونك لو رول دي زيتر فيفون دون ليفولوسيون دو سول. دونك هنا غادي نحاولوا نشوفوا لا ميز اون ايفيدونس، نكشفوا على لا فون دو سول، يعني شنو لا فون، شنو هي، هو لي زيتر فيفون انيمال كي في دون لو سول، يعني الكائنات الحية الحيوانية اللي كتعيش في التربة. A partir de l'activité respiratoire, انطلاقا من هذاك النشاط التنفسي، يعني الكائنات الحية اللي كاينة في التربة بطبيعة الحال غتنفس، وإلا دارت العملية ديال التنفس يعني غادي تطرح لنا السي أو 2 وغادي تمتص الـ أو 2. إذا بوغ ميتر أون إيفيدونس ليكزيستونس دي زيتر فيفون، يعني باش نكشفوا على الوجود ديال الكائنات الحية دون لو سون في التربة، أون رياليز لو مونتاج إكسبيريمونتال بريزونتي باغ لا فيغور 1. دونك هنا عندنا هاد لو مونتاج اللي كنشوفوا في هاد لا فيغور 1. دونك شنو كيبين لنا؟ إلا لاحظتوا معايا في هاد لو مونتاج، دونك هنا عندي واحد لي زو كولوري ماء ملون، وخدينا هنايا واحد لو سول، سول ستيريل يعني تربه معقمه، ودرنا فيها لي زوشو. كذلك خدينا هاد السول فخي يعني التربه طاريه، ودرنا كذلك فوقها لي زوشو. فشنو تبين لنا من بعد نهايه التجربه؟ او تبين لنا بان هاد لو سول ستيريل او لي زوشو اللي كاينين في لو سول ستيريل ما وقع عليهم حتى تغير، دونك بقاو كلير. وهنا ما كاينش المونتي ديال لي زو كولوري، اذا هنا يعني انه ما عندناش دي زيتر فيفون. علاش؟ لان هاد لو سول لي ستيريليز. الا مشينا هنا شنو الملاحظات اللي كتبين؟ تبين بان هنا عندي لو مونتي ديال لو كولوري من لو نيفو ا1 حتى لو نيفو ا2، وعندنا هاد لي زو شويل دوفيان تروبل، يعني الا بغينا نقولوا هاد المياه اللي عندنا هنايا تعكرت. بمعنى شنو تعكرت؟ يعني تعرضت للتفاعل مع السي او 2، وهاد السي او 2 بطبيعه الحال غادي يكونوا طرحوه الكائنات الحيه اللي كاينه في هاد التربه. دونك اكسبليكي لي ريزلت اوبتوني كو بوتون دي دوير. دونك غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون شنو هي. دابخي لا فيغور 1 اون كونستات كو لو سول فري، بوغ لو سول فري لو شو دوفيان تروبل اي لو كولوري مونت دون لو تيب. دونك هنا بالنسبه للتربه الطاريه هاد المياه رجعت عاكره، وكذلك الصعود ديال المياه الملونه. باغ كونتر يعني بلا مقارنه في لو سول ستيريل اون اوبسيرف اوكان شونجمون، يعني ما كان عندنا حتى تغير. اذا هذاك الصعود ديال الماء لو مونتي دو لو كولوري يدي الابسوربسيون دو لوكسيجين اكزيستون سو ميليو، يعني شنو هذا الماء اللي صعد لنا من هذا المستوى ا1 للمستوى ا2، معناتها ان هذاك الاو 2 اللي كان هنا تعوض المكان ديالو بالماء، بمعنى ان داك الاوضو تم امتصاص ديالو. والتعكر ديال الماء الجير، التعكر ديال الماء الجير معنيتها شنو؟ سا فو دير كو إليا ديغاجمون او بيان ليبراسيون دو سو اوضو. دونك لو او بيان لو تروبل دو لو دو شو او بيان دو شو اي دو او ديغاجمون دو ديوكسيد دو كربون. دونك شنو نقدروا نستنتجوا؟ اون ديدوي كو لو سول كونتيان دي ميكرو اورغانيزم كي ريسبير، يعني ان تستنتجوا بان التربه تحتوي على كائنات حيه التي تتنفس، كتاخذ الاو 2
وكطرح سي او 2. لو سول اي دونك ان ميليو فيفون، يعني انطلاقا من هذا الشيء تقدر نقول بان التربه هي عباره عن وسط حي. اليد دو ديابوزيتيف او بيان ديسبوزيتيف دو بيرليز، دونك هذا هو لو ديسبوزيتيف دو بيرليز. عندي واحد لا لامب هنايا اي لي برونش افيك لا تونسيون، مرتبطه بمورد كهربائي. هنا عندني واحد يعني كيف ما تنقولوا بولا اي لامب، وهنا عندي واحد لونطونواغ، وهاد لونطونواغ درت فيه واحد لو طامي هنايا واحد الغربال، ودرت فيه واحد لو سولفري واحد التربه طاريه، وهنايا درت هنا واحد لونطونواغ الا بغينا نقولوا او واحد الكريستيلازواغ، درت فيه الكول او 70% او لا الفورمول. فشنو تيوقع عند تشغيل هاد لا لامب؟ دونك فاش كنشعلوا لا لامب بيان بويس كون لا لي او بيان لوسكون نالوم لا لامب، دونك لا لامب il va libérer de la lumière et de la température. Les êtres vivants qui existent dans le sol, ils vont s'infiltrer pour s'échapper de la lumière et de la température. Donc tihawlu harbo ah ok tihawlu tsarbo w fash kihawlu harbo dak kikharjou min l'tamin ou kisqtou lina f hada l'kristallazwa. Donc à l'aide de diapositives de Berlitz, la technique de Berlitz se base sur le principe que yani le mabda dial hada la technique chna houa, les animaux vivent dans le sol fuient la lumière et la chaleur de la lampe. يعني هاد الكائنات الحيه اللي كتعيش في التربه كتهرب من الاضاءه وكتهرب من درجه الحراره. Alors, il fuit de la lumière et de la chaleur de la lampe et tombe dans le flacon. Donc استقتلنا في هاد الكريستالزوار او في هاد الفلاكون كي كونتيان دو لالكول. اللي فيه لالكول بيرميت لور كونسيرفاسيون، بالتالي كيحافظ لينا عليهم على اللون ديالهم اسي دو سويت. اون بو انسويت لي زوبسيرفي على لوب بينوكيلير بوغ لي كلاسي. من بعد كنقدروا نديروا دي زوبسيرفاسيون بلا لوب بينوكيلير المكبر الزوجي باش نقدروا نصنفوهم. لا فيغور 3 دونك هنايا كيبانوا عندي يعني مختلف لي زيتر فيفون لي كون بو تروفي دون لو سول او بيان ابارتونون ا لا فون دو سول. دونك جينيرالمون اون بو كلاسي لا فون اون 3 كلاس، كي لا ميكروفون لا ميزوفون او بيان لا ماكروفون. شنو هي لا ميكروفون؟ لا تاي ديال هاد لي زيتر فيفون كي انفيريور ا 0.2 ملم، بحال لي بروتوزوير اي سيغتان فير فيلامونتوز. دونك الكائنات اللي كيكونطول ديالهم لا تاي ديالهم اصغر من 0.2 كيتسموا لا ميكروفون. اللي كيكون لا تاي ديالهم فاري يعني ما بين 0.2 اكبر من 0.2 او اقل من 4 ملم، دونك اون بارل دو لا ميزوفون. يعني شنو؟ يعني بحال سيغتان انسيكت بحال لي كومبولوي لي دوبلور او بلان لي ارتروبود. كذلك عندنا لا ميكروفون او بيان لا ماكروفون. شكون هي لا ماكروفون؟ هما لي زيتر فيفون كيون او بيان كيون ان تاي سوبيريور ا 4 ملم بحال لي زاريني فير دو تير لي انسيكت اي لي لارف. Alors, maintenant, on va essayer de mettre en évidence la microflore. La microflore, on met les êtres vivants végétales qui vivent dans le sol. Alors, la microflore du sol et son action sur la litière. Il y a une tire de la litière de la litière. Il y a une tire de la litière. Il y a une tire العليا ديال التربه. دونك هذيك الطبقه العليا ديال التربه كيكون واحد البقايا ديال الكائنات الحيه، الاوراق المتساقطه اللي دبلات انسي دو سويت وبقايا ديال الكائنات الحيه الحيوانيه. دونك هذيك تسمى لا ليتيير. اذا حنا شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا اولا نكشفوا على لا ميكروفلور يعني النباتات المجهريه اللي كتعيش في التربه والتاثير ديالها على لا ليتيير. اون بروبوز دي اكسبيريونس سويفون، يعني كنقترحوا التجربه التاليه. شنو غادي نديرو في هاد التجربه؟ اون بريبار دو بواط دو بيتري. دونك كناخدو هاد البواط دو بيتري، دونك جوج كناخدو جوج، وحده اون كونتونون دو سول ستيريل، دونك هادي فيها لو سول ستيريل يعني سول. كيفاش غنحصلو على لو سول ستيريل او الرمل المعقم؟ يعني غادي نسخنوه في الفرن في درجه 100 دوغري سيليسيوس بوندون 30 مينوت. دونك غيموتو كاع الكائنات الحيه اللي فيه.
ولوتر سول الي ايميديفي دونك هنا هذا السول هذاك رطبوه باش سير لوكيل اي ديسبوزي ان بابي فيلتر دونك غادي نرطبوه بالماء وغادي نحطوا عليه واحد لو بابي فيلتر واحد الورق راشه ولوتر ايدونتيك يعني البواط دو بيتري الثانيه بحالها بحال الاخرى مي فيها لو سول نون ستيريليزي او لو سول فري كان ايميديفيو يعني كنزيدوا فيه شويه الماء ا تمبيراتور دو 30 دغري سيليسيوس. Le papier filtre est composé de cellulose, donc avec le papier fait cellulose ou cellulose ou le résultat de l'observation microscopique des taches et des filaments présents sur la boîte de pétri à la fin de l'expérience est donné sur la figure suivante. Alors il a la boîte de pétri qui contient un sol. ستيريليزي دونك هنا كتبقى المظهر ديالها الميم مفهوم كيبقى عندها نفس المظهر يعني شنو يعني هذا راه ان سول ستيريليزي وبالتالي هذاك السيليلوز اللي كاين في البابي فيلتر ما كيتاثرش الوغ كو هنا الا لاحظتوا معايا هنا في هذا لو سول نون ستيريل يعني عندنا هذا لو بابي فيلتر تيبداو يظهروا فيه واحد البقع سوداء وهذوك البقع السوداء مع تقدم التجربه مع تقدم الزمن التجريبي دونك كنلاحظوا بانه تيوليو بقع سوداء تتولي سوداء اكثر فاكثر وكتتسع الرقعه ديالها اولا المساحه ديالها بمعنى شنو سافو دير كو لي زيتر فيفون او بيان لا ميكرو فلور كونتوني دون لو سول il dégrade le cellulose qui contient bien qui se trouve dans le papier filtre donc هنا la question d'écrire les résultats de l'expérience qu'on peut-on déduire donc وصف النتائج ديال التجربه شنو تقدر تستنتج alors on peut dire que aucune modification n'est observée sur le papier filtre de sol stérile هذاك الرمل المعقم ما ظهرت عليه حتى شي تغير par contre بالمقابل او على عكس من ذلك le sol normal يعني non stérilisé est complètement décomposé يعني كله تفكك et présente des taches colorées يعني فيه واحد البقع اللي هي ملونه اي دي فيلامون واحد الخيوط à la fin de l'expérience دونك ظهرت عندنا واحد الخيوط d'après la figure 2 انطلاقا من هذا الشكل الثاني اللي عندنا هنايا دونك هذا الشكل الثاني عندي واحد لا كولوني دي باكتيري هذه وهنا عندي دي فيلامون ميسيليان alors d'après la figure 2 on déduit que ces taches de ces filaments représentent des bactéries des champignons, des actinomycètes. يعني هك إلى مشينا نحللو جزء من هاد التربة هادي هاد التربة هادي اللي نون ستيريل à la fin de l'expérience خدينا واحد العينة منها ودرنا لها الملاحظة بالمجهر الإلكتروني فغنلاحظوا أنها فيها لي بكتيري وفيها لي فيلامون بمعنى de ce fait on peut déduire que sont لي ميكرو اورغانيزم ابلي ميكرو فلور يعني هذيك الكائنات المجهريه اللي كنسميهم ميكرو فلور كي سون ريسبونسابل دو لا ديكومبوزيسيون دو لا ماتيير اورغانيك يعني هذيك السيليلوز اللي ولا عندي كحل هنايا شكون اللي فككو وشكون اللي حولو الماده معدنيه او شكون دونك هما هذوك لي لا ميكرو فلور الوغ من بعد غادي نمشيو نشوفو لاكسيون دي زيتر فيفون سور لو سول يعني التاثير ديال الكائنات الحيه على التربه اولا كاين لاكسيون ميكانيك ديال لي زيتر فيفون ومن بعد غادي نشوفو لاكسيون شيميك فهاد لاكسيون ميكانيك ديال لي زيتر فيفون غادي نشوفو لاكسيون ميكانيك ديال لي فيجيتو سور لو سول شنو كيديروا لي فيجيتو في السول الوغ كيف ما تشوفوا معايا هاد السار هاد الشجره دونك سو سون دي راسين كي ترافيرسون لو سول واحد الجذور اللي كيخترقوا التربه اذا لاكسيون ميكانيك دي فيجيتو سور لو سول سو مانيفيست بار لا كرواسونس اكزاجيري دو لو راسين دونك هنا كيكون واحد النمو مبالغ الا بغينا نقولوا فيه واحد النمو ديال الاشجار هذيك النمو ديال اغصان الاشجار دونك كيخلي يوقعوا واحد لي فيستور واحد التشققات اولا واحد التهويه للتربه كي ترافيرس لي كوش دو سول et les fissures existantes au niveau de la roche mère donc qui وصلوا حتى للصخره الام باش يكسروا هذيك الصخره الام دونك هادشي كامل كيديروه لي غاسين وبالتالي فاش كتسخر كتفكك الصخره الام دونك كتولي التربه غنيه بالماده العضويه دابري لي دوني دو سو دوكيمون ديدوير لي في دي داكسيون ميكانيك دي غاسين دو سو الوغ لاكسيون ميكانيك دي غاسين فافوريز نون سولمون لا ديغراداسيون بروغريسيف دو لا روش مير دونك كيف كلنا بعدا
la roche mère, mais اكثر من ذلك elle fait augmenter la porosité. Donc يزيدوا من النفاذيه يعني الفراغات اللي كاينين في التربه, ce qui facilite l'infiltration d'eau de pluie et l'irrigation. شي اللي كيخلي المياه ديال الامطار تسقي لنا المنطقه والمنطقه تولي غنيه بالماء. Et par conséquent, وكذلك كيكون عندنا التهويه ديال التربه. مفهوم؟ إذن شنو هي لاكسيون دي زيتر فيفون سور لو سول؟ اول حاجه la dégradation progressive de la roche mère, l'augmentation de la porosité du sol et l'aération du sol. Ou le tchahouye de tchorma. Du tchébé, donc, l'action mécanique des êtres vivants sur le sol, la mise en évidence de la microflore du sol, ou la mise en évidence de la microfaune du sol. Nihayet cette vidéo, nous allons faire une vidéo à l'autre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.